السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة بلغ السيل الزبا، ولم يعد أمر اختطاف سحب مصادرة أخذ، سميه ما شئت، الحكومات الغربية عامة وفي الدول الإسكندنافية تلك التي تزعم أنها الأكثر سعادة في العالم مثل السويد والنرويج، وهي في الحقيقة الأكثر تعاسة لكثير من المسلمين وأبنائهم الذين هربوا في أطفالهم خوفا عليهم من البراميل والمتفجرات والحروب والنزاعات، ليجدوا أن أطفالهم يسحبون من بين أيديهم هكذا بين عشية وضحاها، ولأسباب قد تكون أحيانا أسباب قوية ولكنها في كثير من الأحيان تكون أسباب تافهة، ولا يجدون قضاء منصفا ولا دفاعا عادلا ولا من يشد من عضدهم ولا من دول إسلامية تساندهم وتقف معهم. المسألة زادت عن حدها، القصص التي نراها أكثر من أن تحصى، المآسي التي أصبحت تصل إلينا أكثر وأسوأ من أن توصف. نريد حلول عملية لهذا الأمر، نريد تضامن حقيقي مع هؤلاء الناس، نريد باختصار أن يرجع أولئك الأطفال لحضن آبائهم وأمهاتهم. نتابع. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم في برنامج لكل زمان ومكان الأسبوعي المباشر على قناة الحوار، الذي يتناول قضايا المسلمين عامة وبالذات في الدول الغربية. ونطرح اليوم موضوعا بالغ الحساسية تحت عنوان أخذ الحكومات الغربية لأطفال المسلمين من عائلاتهم. وضيوفهم فضيلة الشيخ حسن حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. حياكم الله فضيلة الشيخ ومرحبا بكم. حياك الله، أهلا بك وسهلا بإخواني وأخواتي المشاهدين وضيوفك الكرام. وضيفي كذلك فضيلة الشيخ خالد الديب، رئيس مجلس الأئمة في السويد ورئيس لجنة البحوث في السويد والإفتاء كذلك في السويد. حياكم الله فضيلة الشيخ خالد. حياكم الله والضيوف الكرام وجميع المشاهدين. نعم. ومعنا كذلك ماريا المتوكل، أم نضال، وهي مهتمة في هذا الأمر، وهي أم نزار عفوا، وهي أم لأطفال تم أخذهم من قبل ما يسمى السوسيال في السويد، أليس كذلك ماريا؟ نعم. أهلا وسهلا. أنا بدي أستأذن الضيفين الكريمين وبدي أبدأ معاك أنت ماريا. ماريا، بدي أسمع باختصار القصة اللي صارت معاك حتى يكون عندنا شاهد حقيقي ومثال حقيقي، وأرجوك ماريا عشان نخدم الحقيقة مع كل شعور إنساني معاك وتضامني مع عائلتك. خلينا نحكي زي ما بيقولوها اللي إلنا واللي علينا، خلينا نحكي الحقيقة كاملة. تفضلي طبعا. ماريا، أولا أهلا وسهلا فيكم وشكرا إنكم استضفتوني وإنه وثقتوا فيا كإنسانة مظلومة. أنا أطفالي وعيلتي. أنا أدخل مباشرة في الموضوع. أنا قصتي بدأت 26 مارس يوم الجمعة، لما طفلي اتهمني إني ضربته بالصندل، يعني بيقولوا لها بالعربي شحاطة، وهي أنا ما عملتها صراحة، بس بسبب إنه طفلي زعلت أنا وياه الصبح، وما أنكر إنه أنا صيحت عليه، وبعرف إنه في القانون السويدي عادي إنك تصيح على ابنك إذا صار في غلط، يعني إنه بس ما يكون صياح عنيف جدا أو شيء متكرر، يعني إنك تبين شعور إنه هذا غلط وصح. فأنا طفلي فعلا هددني باللاوعي، عمره 9 سنوات، يعني أنا ما ألومه، وبسبب إنه بيدرسوهم بالمدارس أي حدا تعرض عليك فيها الرقم تبع مثلا منظمة بريست، في تبع السوسيال وفي تبع الشرطة، وقال هالي يعني مباشرة أنت معي دايما هيك، فأنا حبلغ عليك الشرطة. أنا ما أخذت الأمر بجدية، قلت له بالدغري، قلت له روح اعملها، الشرطة ما رح تعمل لي إشي، وأقولها صراحة يا ريتني ما قلتها، لأنه فعلا راح وعملها.
وإجوا نفس اليوم أخذوا لي أطفالي الثانيين، طفلة عمرها 5 سنوات في هذيك الوقت، وهلا صارت 6، والطفل كان عمره 8 أشهر. المهم أنا في هذاك اليوم كنت رحت لشغلي، شغلي الساعة 4، وكان هو تأخر في المزار. قلت يمكن إنه بيلعب مع أصحابه في مكان، أنا بطريقي راح أنادي عليه وأخليه يرجع للبيت، وباباه كان بالبيت. أنا يا دوب وصلت لمحل شغلي بيجيني اتصال من زوجي إنه تركي كل شيء اللي بإيدك وتعي الشرطة والسوسيال بالبيت، يعني ما في لا تقديم ولا تأخير ولا أي تحقيق مسبق ولا اتصال هاتفي ولا أي شيء. أنا انصدمت، أنا قلت الطفل خلاص بلغ. رجعت فعلا، رجعت للبيت بحالة هستيرية ما أنكر، إنه حتى وقفت سيارة بالطريق مشان جابتني. دخلت لقيت فعلا في بيتي شرطيين 2 واثنين موظفات سوسيال. كانت الأمور جد، يعني قلت لها تفضلوا، هيك كان يعني استقبالي إلهم عادي جدا. احكي، أنا خفت، قلت يمكن طفلي صاير له شيء بالمدرسة، أنا ما فكرت نهائيا إنه في شيء تاني، لأنه جاني غريب إنهم يجوا مباشرة على بيتي. فبعدين حكيت معها واستمريت، قلت لها الطفل هيك صار وهيك صار. قالت لي لا، انت بتعملي وبتعملي وبتعملي. قلت لها كيف، انا بعترف لك هلا انه انا صيحت عليه وهذا ما انكره. طيب والحل؟ هلا شوفي ليش انتوا عندي ببيتي. قالت لي جاية اخذ الطفلين التانيين. قلت لها والسبب؟ قالت لي لانه بيقول كمان بتضربين الطفلة وفي حالة عنف ولازم ناخذ الاطفال نحميهم. قلت لها ما هو انت في بيتي بتشوفيني اي عنف، انا جيتي لقيتيني في الشغل وبس الاب مع الاطفال، لا هناخد الاطفال الثانيين وما راح تقدري تعملي اشي، واحنا موظفي السوسيال وعندنا السلطه الكامله في الشيء، وجايبين الملف موقع مسبقا حتى بنسميه الاون بلاسترينج، يعني الاطفال وين حيروحوا كل شيء مجهز مسبق وكأن الملف مجهز من ايام، يعني تفاجأنا بسرعه التجهيزات لكل شيء. المهم مرت الأيام وهيك أخذوهم، كانت اجتماعات وكانت أشياء كثيرة ما أنكر. كان في موظف معانا طيب التقيناه 29 شهر مارس، اللي رجع لي طفلي 31 سافرت معه ورجع لي الطفل الصغير اللي كان عمره 8 شهور. الطفل الصغير فعلا رجع لي بحالة مزرية، لا من يعني من انعدام الهيجين ولا إنه مريض ولا كل شيء كل شيء. هو حكى معانا قالنا يعني هو فيه وفي كذا وفي كذا، فإحنا رح نطبق الأمور اللي بتروح عليها المسطرة. قلنا له يا سيدي إحنا معاكم، شكرا لإنكم تهتمون بالطفل وشكرا إنه بتخافون على الأولاد، وإحنا قلنا لكم الحقيقة وإحنا معاكم إيد بإيد لغاية ما الأطفال يرجعوا. فهو قال يعني كل شيء حيكون under process، يعني تحت مسطرة معينة وكل شيء حيمشي على خير. لما رجع لي هو الطفل متفاجأ 16/4 إنه ما عاد هو المسؤول للملف كله، شالوه وخلوا واحدة تانية للأطفال الكبار اللي ضلوا عندهم، وهو ضل بس للطفل الصغير. وهون بلشت أزمتنا، وهون بلشت يعني انفتحت أبواب الجحيم علينا بكل الطرق. المهم يا سعادتي إنه جبنا الأدلة إنه الأطفال رعايتهم جيدة، جبنا الملفات من عند المدرسة إنه أطفالي عمرهم ما تغيبوا، عمرهم ما صار معاهم أي شيء، حتى شهود من المدرسة ومن حتى من الناس المقربين، إن حتى من سياسية إجت، وسياسية كتير مقربة للعيلة يعني، وسويدية أبا عن جد يعني، لا أجنبية ولا أي شيء، إجت قالت لهم هذول أحفادي وأنا هذول الأطفال على إيدي، هالعيلة ما فيها عنف، هالعيلة ما فيها إشي، في شيء غلط بس إحنا حنتبع معاكم قوانينكم وما عندنا أي مشكلة. وعلى فكرة هالسياسة 35 سنة بالسياسة، ويعني حتى البلدية يعني قديمين جدا في البلدية وبيشتغلون فيها، يعني أمورنا تمام. نتفاجأ إنه التحقيق اللي أخذته هذيك الآنسة أو السيدة تحول من مجرى إنهم بيحققون في بيئة البيت والعنف، تحولت الأسئلة أسئلة غريبة جدا. بالأول إحنا ما لاحظنا أنا وزوجي هالأسئلة، لكن كانوا قسمونا الحوار كل مرة شخص لوحده الانترفيو،
أنا وحدي، زوجي بعدي، وهذيك السيدة بعدنا. تفاجأت السيدة بأسئلة كثير عميقة وخارجة عن حدود الموضوع. مثلا أنت بتقولي أنك معاشرة هالناس وداخلة بيتهم وهم مسلمين، كم مرة بتصلون باليوم؟ أنت شفتي عليهم علامة من علامات التدين بطريقة معينة؟ أنت شفتي كيف بيتعلمون أولادهم الدين الإسلامي بطريقة معينة؟ أنت شفتي، وأنا هذا أنا مو إجاني من حدا، إجاني من هالإنسانة اللي هي سويدية، يعني حتى مو مسلمة. تفاجأنا بالأسئلة كثير، حتى هي طلعت قالت لي طلعت جاتني الدوخة في الباب المركز، يعني ما عرفت إنه هذا تحقيق ولا انترفيو ولا شيء. نتفاجأ إنه صاروا يستعملون هالشيء ضدنا دائما. أول مكالمة مع طفلي، طفلي الاثنين يعني الطفلة والولد، كانت يمكن أعتقد منتصف الشهر الرابع. في نفس الفترة كان قرب رمضان، ما ضل إلا أيام قليلة. بيقول لي ماما أنا بدي أرجع للبيت منشان أصوم. يعني تفاجأت بسؤال ابني لأنه عمره ما اهتم بهالمواضيع. فقلت له يا ماما أنت صغير، 9 سنين ونص، يعني أنت ما عليك صيام، أنت صغير. ضل مصر وبيحكي في نفس الموضوع. قلت له طيب أنا من براءتي يعني ومن نيتي إنه ما في إشي وشيء استعملوه أهالينا معانا مشان نتدرب على الصيام. قلت له طيب يا ماما لما تصحى الصبح لا تفطر، والساعة 11 ونص أو 12 أكل، وأنا أحسب لك ياهم صيام وربي بيجازيك إنك تتدرب. هل الكلمة هاي فتحت علي أبواب جهنم؟ راحوا الإمام المسجد على حسب ما إجا بالتقرير، وقالوا بأن قال لهم وأكد لهم إنه الأطفال ما تصوموا. أنا هالشيء أكدت عليه، بس أنا جربت طريقة إنه عادي جدا ما دام هو مصر. انكتب في التقرير إنه الأم تضغط على أطفالها يصومون وتمنع عليهم الأكل، وهذا بيضر بصحتهم وتطورهم حتى العقلاني إذا ما أكلوا. وإذا كانت تخليهم بالجوع 4 ساعات فهذا تطور ونمو طفل في الفطر. يعني استعملوها ضدي، إنه هذا أنا بستعمله دايما، وأنا أقسم بالله عمري ما استعملتها. ابني أول مرة بحكي عن الصيام، يعني ابني بلش يفهم، بلش يفهم. استعملوا ضدنا العائلة الأولانية بهالفترة، ضلوا عندنا تقريبا شهر وعشر أيام، بيسموها أكوت فاميلي يعني عائلة مستعجلة. كانت أخذت قتلين معاها للتسوق مع قتليها كمان، هي اللي كان عندها قتلين صغار. قتلتي اختارت لعبة بها ألوان، على حسب ما أنا بحكي اللي قريته في التقارير، يعني أنا ما شفت بعيوني. الألوان، إجا قتلي الكبير بيقول لها لا لا تاخذين هالالوان، هاي ماما علمتنا انه ما ناخذ هالالوان، وهو بيقصد الوان الفخر. وانا فعلا ما اذكر، انا معلمه اطفالي انه هذا غلط، ما دخلنا في الناس والناس ما دخلها فينا، بس الغلط غلط. فابني هيك صار يعني بيبين حاله انه انا مسلم، وانا بالعكس انا هذا مبسوطه فيه، بس المشكله انه انا دخلني في دوامه لغايه الان ما عارفه اطلع منها. انه صاروا متهميني انه انا عنصريه وما بتقبل الاطراف الاخرين، وحاولوا يتهمونا بالبيدوفيل. يعني عفوا القصه واضح انه فيها تفاصيل، وللاسف وقت البرنامج محدود. بس أنا ماريا الآن إحنا طفلتك اللي كان 8 شهور رجعت معاكي، لكن اللي البنت اللي أو الطفل أو لكن البنت اللي 5 سنوات كانت، والولد اللي 9 سنوات حتى الآن ما رجعوا لك صح؟ لا ما رجعوا. وابني أنا لازلت على تواصل معه لغاية الآن، ربع ساعة اتصال هاتفي كل أسبوع وساعة ونص كل 6 أسابيع، لكن الطفلة ما بعرف عنها أي إشي من 21/6. الطفل ما بيبكي مثلا أو ما بشعر بالحزن إنه هو عمل هيك؟ يعني هو عارف إنه هو السبب في إنه في اللي صار. طبعا هو صغير مسكين يعني، بس أنا قصدي إنه ما بحسوا إنهم الآن هم نفسيا الولد متدمر أكثر بعيدا عن أمه؟
وهم الأطفال بيبكون، وأي بكاء بيبكونوا بيرجع ضدنا، إنه خصوصا بعد تليفون هاتفي أو شيء بيقول لك الأولاد صاروا خايفين بعد الكلام مع أمهم أو أبوهم. وفكرة إنه بعد 3 ماي فرقوا الطفل والطفلة عن بعضهم، يعني الطفلة ما بتعيش مع أخوها نهائيا. وين بيعيشوا؟ بيعيشوا في مدينة اسمها شلفتيو، بعيدة عن مدينتي هون بالشمال ب 450 كيلومتر. لا قصدي بيعيشوا مع عائلات، بيعيشوا في دور رعاية، بدور أيتام، بإيش بيعيشوا؟ عائلات، طفلة عند عائلة والولد عند عائلة ثانية. وهذه العائلات بطبيعة الحال ليست، هل في شروط تلزمهم إنها تكون العائلة من نفس الدين أو من نفس الثقافة أو من نفس ال... هو قانونيا لازم تكون العائلة من نفس الدين أو تسمح لهم يمارسون ديانتهم ويحكون لغتهم، بس للأسف هذا غير مطبق نهائيا. حتى إحنا لما بنحكي مع أطفالنا يا إما يجيبونا مترجم إنه إذا حكينا بلغتنا الأم، أو مجبورين إنه نحكي عربي سويدي عفوا، وإذا حكينا كلمة عربية واحدة ممكن يلغون اللقاء والمكالمة. آسف على هذا السؤال، بس إيش أصعب شعور مريتي فيه في خلال هذه التجربة ماريا؟ أصعب شعور أكيد شعور إنه يأخذون أولادك بكل الاتهامات كل شيء، هذا أصعب شعور. لكن أصعب شعور عشته بحياتي يوم 2/9، يوم 2/9 تركوا العنف، تركوا الاتهامات، وقالوا بالحرف الواحد إنه الأطفال لازم يتربون عند عوائل سويدية، لأنه الأم والأب ذوي خلفية إسلامية عربية. وما أقول لك الشعور اللي حسيت فيه هذاك اليوم. مع أنك يعني عفوا بالنسبة لهم مش محجبة، مش كذا، يعني مش عاملة، كيف لو أنك محجبة ولا مثلا منقبة، إيش كان بيكون الوضع؟ ما هو هذا اللي تفاجأت فيه، يعني أنا بعتبر مندمجة، لكن الاندماج اكتشفنا الاندماج اللي بدهم إياه هو هذا الاندماج، إنك تكون عارف اللغة، إنك عندك علاقات مع عوائل سويدية، إنك لا الاندماج له معايير من هالبلد، إنك تتقبل كل ما هو شاذ، فهون أنت هون مندمج، بس إنه عندك حدود لأشياء معينة فانت ما مندمج. يعني لازم لما يجون عندك للبيت انه الخمر عندك عادي، اكل الخنزير عندك عادي، انه تتقبل الشواذ، تتقبلهم وتقول هذا عادي وتدافع عنهم، انك تلغي دينك بالمره، يعني انك تصير ضد دينك. وعلى قولت حضرتك يعني انا لاني محجبه ولا بظهر ديني، وحتى اسمي مو اسم، يعني هو اسم عالمي وعادي يعني. فتفاجأنا كتير 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 من أحد موظفات السوسيال، وتفاجأنا أكثر، لزاد أنا يعني صدمتي إنه القضاء ما كان هذا عادل. كان سؤالي الآن، وين القضاء في الموضوع؟ رحت لمحامي، رحت للقضاء؟ نعم كان عندي محامي، هم اللي عملوا لي، وهذا كان أكبر غلط إنه تقبلت المحامي بسبب ضيق الوقت وبسبب كل شيء إنه انفرض علينا. وما أنكر في الأول كنا مصدومين، داخلين بصدمة، ما كنا بنعرف كيف نتصرف، كيف من وين نجيب المحامي، من وين نجيب أشياء وهيك، فتقبلنا كل شيء إجا من عندهم. يعني أنتوا أخذتوا المحامي المجاني اللي بتوفره الدولة، وهذا اكتشفتوا في الأخير إنه ضدكم مش معاكم. نعم هو ما في محامي مجاني 100%، لكن للأسف حاولنا إنه إحنا نحكي معه ونفصل له الموضوع وهيك، قلنا له ندفع لك ما عندنا مشكلة، بس المشكلة لما جبنا محامينا هو رفض يترك القضية. شوف هون يعني لأنه دفع الدولة كثير، يعني هذه فلوس دخلت فيها حتى تجارة إذا أقدر أقول. فلما يعني العلاقة الوحيدة المتاحة لإلك مع أطفالك إنك تتصلي معاهم ربع ساعة في الأسبوع، وهذا متاح مع الولد فقط دون البنت. سألت المحامين هل هذا قانوني؟ هذا غير قانوني، لأنه محاميتي الجديدة بتقول ليش أخذوا البنت، أخذت البنت من غير بلاغ، هذا غير قانوني تماماً.
لكن حتى بيسموها أوميانيا بجراند سنينج، حتى قطعت أو تحريم التواصل مع الأطفال وأهلهم لازم يكون في ريسك كبير إنه الطفل عليه ضرر. يعني حتى بالقانون الـ LVU أساسه هو تجميع الأطفال بأهلهم. هل أثبتوا عليك أنت عمليات ضرب ولا فقط الصراخ؟ ما أثبتوا على أي شيء، اللي أقدر أقوله لا زالوا بيدورون على تهم. تمام، أشكرك، خليكي معنا ماريا. بدنا نسمع رأي مشايخنا الكرام، ونبدأ مع الشيخ خالد الديب بعد إذن الشيخ حسين حلاوة، كونه موجود في السواد ومطلع على قصص مماثلة. هل ما تتحدث عنه ماريا شيخ خالد حالة فردية، أم أن المشكلة الآن بدأت تأخذ منحى ظاهرة وصار في عدد أكبر بيعاني من هذه؟ يريد تفهمنا ما الذي يجري في السواد تحديدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يفرج هم الأخت وأن يجمع شملها مع أولادها قريبا. لكن حضرتك، هذا قانون في السويد من سنة 1979، وهو قانون أن الطفل إذا تعرض لأي عنف فتأخذه الدولة حماية له، سواء كان هذا العنف بدني أو حتى نفسي، مجرد التهديد أو التخويف. وغالبا ما يكون هذا الولد يبلغ عن أمه كما في هذه الحالة، أو في المدرسة أو في الحضانة يتعرفون من الولد أنه يتوجه أو يمارس عليه عنف، فبالتالي يتصلون بالسوسيال مباشرة. وفقط للأسف عدم معرفتنا بالقوانين هو الذي يجرنا إلى مثل هذه المعاناة التي حكتها الأخت ماري. ليس الاندماج المطلوب أن أتخلى عن ديني ولا أن أتخلى عن قيمي ولا أن أفعل الشذوذ أبدا، وإلا المسلمون موجودون ويمارسون شعائرهم دون أي شيء، اللهم إلا في حالات العنصرية. من ضمن الأخطاء، يعني كيف أن ابني عندي في البيت يهددني بالشرطة والبوليس؟ نعم، هم يقولون له هذا حقه، لكن أين الحب بين الولد والتفاهم والحوار و و و و هذه النقطة. النقطة الثانية، السوسيال عندما يأخذ الولد مباشرة يبلغ الأهل، نحن جاءنا بلغ من الولد أو من المدرسة بكذا بكذا، زي ما هي حكت بالضبط أنهم ذهبوا وكذا. والعنف الذي يمارس على الطفل ليس هو الطفل فقط، بل يأخذون إخوته تحرزا، لأن الأطفال الذين لم يمارس عليهم عنف لو تركوهم ومورس عليهم أي عنف هم المسؤولون وليس الأهل في هذه الحال. المهم أنهم عندهم يأخذونه في بروسوس أو سيستم طويل جدا جدا، مش كما نتصور أنهم يريدون أن يأخذون أولادنا. لأن ببساطة جدا الولد يكلف أن هناك متابع له من السوسيال بالآلاف شهريا كراتب لموظفين، كذلك يكلف العائلة والأسرة التي تأخذ الولد تأخذ مقابل من الدولة، يعني راتب كامل شهري منهم. فهم ليسوا حريصين على الأخذ، لكن عندهم قانون يلزمهم بأنه إذا كان هناك عنف ضد طفل ولم يقوموا بواجبهم يعني هم يحاسبوا. طيب إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ رقم واحد، لما جاءوا إلى البيت وقالوا كذا كذا، مباشرة أقول لهم أنا أريد محامي. هم يعطون محامي للأسرة، محامي للطفل، محامي من جهة السوسيال، وهذا قبله مرحلتين. المرحلة إن السوسيال في اللي أخذه يتصل بسوسيال المنطقة اللي بسموه برلمان مصغر في البلد. السوسيال ما نقصد به المؤسسة الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية، نعم. فهي بترجع إلى هذا اللي للأسف المسلمين لم يشاركوا في الانتخابات ولم يرشحوا من يعلمون أنه سيخدم مصالحهم. فإذا قال له نعم أخذ الولد، يبدأ يرجع إلى لجنة إدارية تتشاور في المعطيات، ثم يأخذونه في حماية مؤقتة. في أثناء الحماية المؤقتة يكون هناك قضيتين، في قضية جنائية إذا كان الولد تعرض إلى عنف أو تهديد يتصل بالبوليس، زي بالضبط لو أنا هددت واحد في الشارع أو ضربته يبقى دي قضية جنائية، البوليس بيأخذ القضية كقضية جنائية. في قضية أخرى اللي هي نقص رعاية أو من جهة السوسيال يرفعونها، في محامي كما قلت للطفل، محامي للأسرة، محامي للسوسيال، ويتركون لهم ثلاثة أسابيع. ثلاثة أسابيع يجمعون المعلومات ثم يذهبون إلى محكمة. إذن السوسيال لا يقرر، يذهبون إلى المحكمة، القاضي بيحكم بناء على التقارير التي وصلت.
بالنسبة للأخت قالت المحامي لم يتعاون معنا، من حقها أن تأتي بمحامي آخر رقم واحد، أو لو لم يتعاون معه تطلبهم تقول لهم توقفوا، هذا الرجل لم يتعاون معنا ولم يأخذ منا معلومات فيغيروه، هذا حقها. الأمر بعد ذلك عندما يصل الأمر إلى القضاء فيحكم، يحكم بماذا؟ إن حكم أنه ليس هناك أدلة كافية لإدانة الأسرة فبالتالي يطلقون سراح الأولاد ويرجعون إلى أسرهم. أنا نسيت أقول إن في الفترة دي الشهر الأولاني لو كان أنا لي أصدقاء أو أقارب أسر أولادي ممكن يذهبون إليهم بتعمل وأقول لهم أنا عندي أسرة أقاربي أو أسرة كما حكت امرأة سعودية، المرأة السعودية هذه لو كان عندها مكان وصالح بيتها لاستقبال الطفل كان وضعوها بما أنها صديقة لهم أو قريبة لهم. ليس هذا فحسب، بل حتى هي تطلب أن ابني مثلا مسلم أو ابني كذا كذا أريد أن يذهب إلى أسرة مسلمة فهم يلبون هذا الأمر. موضوع كذلك من الأخطاء اللي احنا بنتصورها أن السوسيال يرتكبها هو بيبعدوا الأولاد، يعني بينه وبين 450 كيلو في الشمال وهي هنا. المشكلة أنهم لو وجدوا بيوت تستقبل في المكان هنا كانوا أعطوهم في القريب، ولو كان هناك بيت يسع ثلاثة أطفال مع بعض هم حريصون رقم واحد أن يبقى الأطفال مع أسرتهم، رقم اثنين أن يكونوا مع بعضهم البعض في أسرة. لماذا شيخ خالد تبدو وكأنك تدافع عنهم؟ أنا لا أدافع، أنا أقرر حقائق، لأن للأسف إحنا جاهلنا هذا الأمر ووقعنا في مثل هذه الأخطاء. فأنا هذا يعني مثلا حكاية المحامي وتطلب، حكاية أنت تطلب أسرة، حكاية الاتصال، طب عندما قالت المحامية أن هذا ليس قانونيا ألا تزور أولادك، نعم يجوز لها زيارة الأولاد ويزور ويجوز لها مقابلتها، طب لم يرضوا السوسيال، هناك أخي في مؤسسة رقابية على السوسيال اسمها إيفو وحكمت على السوسيال بسجن ووصل إلى مؤبد في حالتين، الحالة الأولى لما كانت بنت فلسطينية جاءت عند خالها وزوجها وزوجته وقتلت من شدة العنف فتحاكم السوسيال، كذلك بنت سعودية 4 سنوات لما برضك مورس ضدها العنف أخذها السوسيال وبعد شهر بعمل استئناف والمحكمة رجع الولد لأسرته فقتلت البنت من شدة العنف كذلك حكم السوسيال، فهناك رقابة يعني على هذا السوسيال. لكن ما كيف نفسر الأسئلة المرتبطة بالدين، الأسئلة المرتبطة بتصلوا بتصلوش بتصوموا بتصوموش إلى آخره، ألا نشعر أن هذا فيه تمييز ديني؟ هو المقصد هل يمارس على الطفل عنف من أجل الالتزام بالدين أم لا، مش وليس فقط وليس هل هو يعني يلتزم بالدين أم لا، بمعنى لو أنه أبوه ضربه من أجل الصلاة هذا يعتبر عنف عليه أو هدده أو خوفه، ولذلك نقول التربية لابد أن تكون بالحب وليس بالتخويف وليس بالإرهاب. دعني بس أكمل نقطتين مهمتين. النقطة الأولى إن حتى لو خرج القرار بأن الأولاد لن يرجعوا لأهلهم بدأ هنا المنفع للوالدين، من حق الوالدين أن يذهبوا إلى السوسيال ويقول نحن نطالب بمعالجين أسريين لنا يعلمون كيف نتعامل ونتخلص من هذا العنف. كذلك الطفل زي ما حضرتك سألتها السؤال، هو ممكن الولد حتى بعدما ذهب ولم يعد مع أبيه أو أمه ربما ينسى أبيه وأمه، هناك ألعاب ومغريات وينسى كل شيء، وربما يكون متأثر نفسيا، هناك معالج أسري للطفل ومعالج أسري للأب والأم بحيث يعد تأهيلهم أن يكونوا أسرة صالحة وبذلك يرد لهم الأولاد. هل لم أسمع الأخت مثلا ذكرت أن راحت دورة وكورس ويكون هذا لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، كذلك حتى لو أرجع الولد لأمهم سيظلون تحت المراقبة 6 أشهر. المشكلة تكمن، أنا آسف للتفصيل لكن هذا مهم حتى يعلم المشاهدون، المشكلة تكمن في أن عندما يأخذ ابني بالفطرة كيف تأخذون أولادي، أنا سأفعل سأفعل سأفعل، عندما يجدون هذا العنف يؤكدون ما قاله الولد وبالتالي يحكموا بأن الولد لا يرجع. لكن لو أن الأب قال إذا أنتم وجدتم في خطأ فأنا مستعد أن تعلموني وأن تقوموني وأن تساعدوني، بل حتى في هناك أخذ الأولاد عندما الأهل يشتكون عليهم، يعني يطلبون من السوسيال ابني بدأ في المخدرات
البنت بدأت تبيع جسدها والعياذ بالله للفواحش في الشارع، فيطلبون من السوسيال خذوا هذه البنت أهلوها طوروها علموها. إذا هذا جانب برضه بنغفله ولا كده. بالنسبة كما قلت في هناك رقابة على هذه المؤسسة، وممكن إذا حصل تقصير ربما يكون هناك إنسان عنصري أو إنسانة عنصرية في السوسيال، وهذا واقع، وهناك أخطاء حدثت كما قلنا وحكموا. فجهلنا بهذا القانون وبهذا الأمر هو الذي يؤدي بنا دائما إلى الوقوع في مثل هذا. حتى إحنا برضك آسف في النهاية، عندنا مشروع اسمه بروجيكت روكسفيد هنا في ستوكهولم، أخت سويدية مع حقوقيين كونوا جمعية وعملوا استبيانات باللغة السويدية وباللغة العربية لتسجيل مثل هذه الحالات كأختنا ماريا الله يحفظها ويحفظ أولادها، بحيث إن هم إذا كان في أي شيء يساعدوهم ويتواصلوا مع الجهات المعنية، بل لا نريد أن الولد يبخز وتحدث المشكلة ونساعده، نعمل وقاية. ما هي الوقاية؟ الوقاية إن إحنا بنجمع الاستبيانات على الأقل من 1000 حالة تشتكي هذا الأمر وتقدم للبرلمان حتى تكون مشروع قانون. طيب خلينا هاي بدنا تاخذ النقطة حقها. أستأذنك، أنت معنا في البث المباشر الآن عن طريق الكمبيوتر وليس عن طريق الهاتف، أليس كذلك؟ أنا على الكمبيوتر. نعم، يا ريت إذا سمحت زملائي زميلي رابح وزملائي اللي نسقوا معاك للحلقة، إذا بترسل لهم رسالة على الواتساب بالموقع الإلكتروني أو بوسيلة التواصل مع هذه المؤسسة الحقوقية حتى نضعها على الشاشة ويعلم كل من يتابعنا في السويد إنه كيف له أن يتواصل معها. فضلت الشيخ حسين حلاوة، سمعت قصة ماريا وهي نموذج، كل الدعاء والتضامن معها وربنا يرجع أولادها سالمين غانمين، وحضرتك عندك اطلاع على قصص مشابهة في أوروبا عموما، ما الكلمة التي تقولها ابتداء حول هذا الاتهام للحكومات الغربية باستهداف أبناء المسلمين أكثر من غيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام وينسار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد أحييك أخي الحبيب الأستاذ عدنان مرة أخرى، وأحيي ضيفك الكريمين، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان، وكل التعاطف طبعا والتعاضد مع أختنا الفاضلة ماريا ومع كل العائلات التي تعيش نفس المشكلة التي تعيشها أختنا. نحن آباء ونحن أجداد ونشعر بما يعني تشعر به الأخت وبما يشعر به كل أب وبما تشعر به كل عائلة أخذ منها ولده. لكن عندما نتكلم عن القضية في إطار البحث فيجب أن نتكلم عنها كقضية عامة. نحن نتكلم عن أوروبا عامة ثم عن السويد باعتبار فضيلة الشيخ خالد موجود معنا والأخت الفاضلة ماريا موجود معنا تمثل حادثة. لكن دعنا حتى المشاهد الذي يسمعني من كل أوروبا لا يعني لا يفتجع ولا يظن أن القضية كلها سواد هكذا. ولكن أخي فضيلة الشيخ خالد وذكر أمور الحقيقة هي على مستوى أوروبا عامة موجودة. لكن أولا يعني الله عز وجل يقول ليس سواء، لا يمكن أننا نستطيع إذا وجدنا حالة مثل هذه الحالة التي تبكي عنها الأخت ماريا أن نعممها وأن نقول بأن هذه الحالة هي حالة عامة في كل السنين، بل لا نستطيع أن نقول بأنها حالة عامة في كل أوروبا، لأننا عندنا بلاد الأمور فيها متوازنة، ويعني سيأتي الحديث عن ذلك. الأمر الآخر، لا نستطيع أن نقول أن القضية نتاج عنصرية دينية الحقيقة، لأن القانون لا يفرق بين مسلم وغير مسلم. يعني لو أن أسرة أي دين أو لا دين لها حدث بينها وبين أطفال عنف، تعاملوا معها كما تعاملوا مع أي أسرة على الإطلاق. هذا قانون يشمل الجميع. لماذا؟ أنت تعرف أننا في أوروبا هنا رقم واحد من العناية والرعاية التي تقوم بها الحكومات هو الطفل، رقم واحد الطفل.
لا شيء عندهم قبل الطفل بأي حال من الأحوال. يأتي بعد ذلك الدولة كلها تجند للطفل، يأتي بعد ذلك المرأة، يأتي بعد ذلك المرأة، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى، والرجل يأتي بعد ذلك الله يعلم رقم 4 ولا 5 ولا 8 لا أدري، لكن النهاية المرأة تأتي بعد الطفل. الطفل هو رقم واحد، يعني يحيطونه بالعناية وبالرعاية، ومش فقط كما يقول تقول الأم بأن إذا اتصل ابنها، لا، ده المدرسة لابد إذا وجدت على الولد شيء من الضيق عندما دخل الفصل أو شيء من العبث، أو لم تجد الولد نظيفا، أو الولد جاء يومين متتاليين من غير إفطار، لا خرج من بيتي من غير أن يأكل أو إلى آخره، مثل هذه الأمور يعني التي يجب على الأسرة أن تهتم بالطفل بها، لابد واجب على المدرسة أو المعلمة في كل مراحل التعليم إلى سن 18 سنة أن يتصلوا بالمنظمات المسؤولة، سواء كانت سميت هنا سوشيال، سميت هنا حقوق الطفل، سميت أي النهاية أي كانت المسميات، واجب على المدرسة، وإلا أصبحت المدرسة تتحمل الجريمة لو حدث للطفل شيء، أو رآها أحد، أو رأى الطفل ده حد ولي أمر في الخارج، هو واجب عليه. المجتمع كله هكذا يعيش، يعني أنا لو رأيت أو جاري لو رأى على ابني شيء من الإهمال وكذا، عليه أن يتواصل حتى تأتي ماما، مش يأتوا إلى الآباء، لا 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 لا، أم ما عندهمش، يتواصل مع الدولة، دولة التي ترسل من يتابع الطفل وهو إلى أهل. نعم، إذن ونحن يعني نتجاهل هذه الأشياء، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نظن يا سيدي أن العنف والضرب فقط، لا، إنما العنف حتى في التعبير، حتى في قسمات الوجه، هم يسمون هذا عنفا بالنسبة للطفل، لأن يقولون الطفل بريء، ليس بحاجة إلى أن يستعمل معه الأب أو تستعمل معه الأم هذا أو هذه السلوكيات. أحيانا الأب يستعمل والأم مع السلوكيات مع هذا الطفل، وهو يظن أنه يحسن إليه أو أنه يربيه، ولكن الطفل يا سيدي يخرج من البيت وهو مكفر، وهو ضيق الصدر، وهو غاضب، أول من يقابل الأستاذ أو الطفل، مالك، حصل كذا 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 كذا. يا سيدي لو الطفل سرد قصة خيالية من خياله، وعندي أطفال يعني حدث منه ماذا، سردوا قصص خيالية، ده الأب بيضربني وأمي ما بتأكلنيش وإلى آخره، الطفل مصدق، حتى لو حلفت الأم على الأيمان وحلف الأب على الأيمان وجاءت الأم بمحامين ينكروا والأب، هؤلاء لا يصدقون. يعني إيش إحنا نعمل إيش نعمل إحنا كعائلات مسلمة؟ يعني لا، إذا عشنا في دول عربية، إذا عشنا في دول عربية نضطهد ونهان من الحكومات، وإذا عشنا في دول غربية نعاقب بالحرمان من الأطفال. يا أستاذ عدنان، خلينا، معلش، أنا أرجو الأخت الفاضلة تسامحني، أنا لا أعنيها ولا أعني شيء، لكن دعنا نعالج الأمر بشيء من الواقعية، بشيء من الواقعية. الآباء والأمهات يعني الذين لم يتدربوا كيف يتعاملوا مع الأطفال، ولم يأخذوا، خلينا نقول، دورات أيا كانوا، لا أريد أن أخصص أحدا، وإن كنت هناك نسبة كبيرة، يعني عندما نجد نسبة كبيرة من العرب المسلمين، يعني ليس هذا لأني هم تقصدوا دينهم عشان هم مسلمين أو عشان هم عرب، لا أبدا، لأن علشان هؤلاء لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الأطفال. الولد يعني من سن 3 سنين ربما يضرب، أو 2 سنين، أو إلى آخره، ويستعمل معه الألفاظ البذيئة والكلمات النابية والسيئة وإلى آخره، الذي يعتبرون هذا عنفا. بل هم لو وجدوا هناك عنف بين الزوج والزوجة، مش بس عنف على الطفل، لو وجدوا عنف بين الرجل والمرأة، ها مثلا الزوج عنيف مع زوجته أو الزوجة عنيفة مع زوجها، يقولون هذه بيئة غير صالحة لتربية الطفل، نحن نريد بيئة
يعني راقية في السلوك وفي المعاملات وعلى بركة الله. طيب خلينا نعطي ماريا كمان حق بعد ما سمعت يعني الملاحظات المتبعة التي أشار لها فضيلة الشيخ خالد وما أشار له فضيلة الشيخ حسين. وين بتشوفي نفسك ماريا؟ أين أخطأت ماريا وأين أصابت؟ وشو ممكن تحكي للناس اللي بتابعونا؟ صراحة مع احترامي للشيوخ الأفاضل وشيوخنا شيوخ الإسلام هون في أوروبا بعتب عليهم شوي لأنه دخلوا بيدافعون عن سلطة. إذا السويديين نفسهم بيقول لك إنه هالسلطة تجاوزت كل الحدود وكل أنا هلا راح أطلع من كوني كمسلمة وكوني كامرأة عربية أنا راح أدخل أحكي بالقوانين. في بعض المعلومات اللي أعطاها شيخنا خالد خاطئة تماماً. القانون أنا بعد ما صارت معي هالأزمة شمرت على إني درست القانون مع قانونيين وأنا بقول مع بوليتيك يعني مع سياسية. أنت إيش مجال اختصاصك أصلاً ماريا؟ أنا أساساً موظفة سوسيال ممرضة في إطار سوسيال وجودمان يعني أنا درست هالشي داخل. أنت ممرضة؟ نعم أنا ممرضة. والآن بعد ما سحبوا أطفالك منك هل أوقفوك عن العمل؟ أبداً ما أوقفوني عن العمل. يعني أنت مسموح لك أنك تتعاملي مع المرضى وغيره إلى آخره لكن نعم. بخافوا منك تتعاملي مع ابنك. نعم ونفس وأوجه كلمة نفس الشيف أو الرئيسة اللي بيسموها سوسيال فورباتنيكس هي بتكون رئيستي أنا كمان لأنه أنا ممرضة تابعة للبلدية وجودمان. وبعد المعلومات يعني لما بيسحبون الطفل خصوصا لاحظنا وإلي عتب كبير كتير على المسلمين وخصوصا المراكز الإسلامية في أوروبا إنه دايما بتعطي صورة على المسلمين وكأنهم همج. لا سوري إحنا ما لنا همج، إحنا بنحترم ديننا وبنعرف القوانين هنا. إذا كانت نقطة أو عائلة مثلا أمية جاية من بلدها وما فهم القوانين وما فهم شيء وعملت خطأ فهالعائلة إلها الحق تأخذ كل المساعدة وكل الدعم من شان تتعلم لأنه حتى الشرائع من غير الشرائع الدينية الخارج عن الإسلام ما بتسمح بأخذ الأطفال عن أهاليهم. إذا في السويد في قانون القطة ما بيسمح إن تبعد عن أطفالها إلا في سن معين فكيف تيجي تسحب طفل لسات مولود 5 دقائق وتعطيني مبررات إنه الإهمال وكذا. إذا أنا بقضيتي إنه سلطة السوسيال ما رادي تيجي على بيتي من شان نشوف بيئة البيت ولأنهم عارفين إنه بيئة البيت خالية من العنف يعني الطفل أوكي الطفل قال وعلى قولة شيخنا الثاني أنا أسفة ما بذكر اسمك الشيخ حسين إنه الطفل بيكذب. طبعاً كلمة الطفل هون سواء مكذب سواء ما كذب كلمة مقدسة لكن ليش ما نعمل لهالعيلة مثلاً أنا عمر ما إجاني بلاغ نهائياً مثل ما قلت إجاني لقيت شرطة في بيتي والسوسيال أخذوا لي ولادي فجأة أنا حمشي معاهم قانونهم إنه لازم يجون يعملون تحقيق لمدة 4 أشهر يشوفون كيف بتعامل مع أولادي في خلال هال4 أشهر يشوفون إذا أنا فعلاً عنيفة. أنا بحكي عن شخصي أنا لأنه أنا ما أريد أعمم من الملفات رغم إنه اكتشفنا وبيجت على إيدي ملفات من أنا على فكرة بسكن في مدينة ياليفاري قريبة من مدينة كيرونا بأقصى شمال السويد يعني حتى ستوكهولم بركب الطيارة من شان أروح ستوكهولم يعني أنا مو بالجنوب وأنا الصوت راح عفوا نعيد الجملة الصوت راح نعيد آخر جملة أنا بلديتي بأقصى الشمال يعني أنا بعيدة عن مدينة ستوكهولم لازمني طيارة 2 ساعة من شان أوصل على ستوكهولم وأنا الجمعية اللي حكى عنها شيخنا خالد أنا تواصلت معاها قبل أول البداية وحكيت مع الناشطة ما بتذكر اسمها بالتحديد بعدين ما عادوا يتواصلوا معي يعني الجمعية ما بتتواصل مع الكل في جمعيات ما بيتواصلون مع الجميع خصوصا أنا ما ألومهم لأنه أنا فعلا بعيدة كتير 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 يعني 18 ساعة لازم عشان أوصل ستوكهولم بلديتي ما كان بيتم فيها سحب أطفال نهائيا إلا ما إجوا موظفين معينين
وانقلب القانون فجأة، لأنه حتى سياسيين كبار دخلوا وقالوا هالشي مو طبيعي. وبنعرف هالتكلفة بتكلف الدولة وبتكلف الكومون وبتكلف حتى الساكنة اللي بتدفع ضرائب لهالكومون. فالمشكلة اللي صاير هون في السنوات الأخيرة بالتحديد السحب على نطاق واسع، وأنا هلأ طلعت من قضيتي، أنا بحكي عن قضايا كثيرة، تلفيق التهم كل الأسباب، دخول شركات تجارية بتتاجر بالأطفال، دخول شركات تجارية مثل هومانا اللي معروفة بجنوب السويد وهي أكبر شركة تجارية للأطفال، أنا بقولها شركة تجارية وبتحمل مسؤولية هالكلمة، لأنه هالشركات ظهرت بال 2012 عفوا لما إجت الأطفال القصر كمهاجرين، ولما انتهت في 2017 وصول المهاجرين القصر هي فلوس تجارة، فشو صاروا بيعملوا العقود مع الكومونات. كفكرة ثانية، مو جميع البلديات بيكون فيها السحب بهالطريقة. أنا بلديتي فيها 17500 نسمة، 17500 نسمة عفوا، تم السحب فيها خلال 2021 50 طفل. شيخنا الكريم قال ما بتعتقد أن هذا العدد قرية صغيرة شيء بيخلي العين أو بيخلي العقل يتحرك ويتساءل؟ هل في أرقام مثلا بتقول أنه الخمسين طفل هذول كلهم مسلمين، نصهم مسلمين؟ لا 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 لا، فيهم مسلمين، فيهم مسيحيين، فيهم سويدين، في اللي فعلا عندهم مشاكل وانا بشهد بهالشيء، لكن لما بيسحبون الطفل مباشره بدون اي تحقيق، بدون اي تحقيق، انا الملف صار بدون اي تحقيق مسبق. انا الموظفه او السكرتيره بقولها تعي البيت اللي مسكت ملف الطفل والولد، بقولها تعي البيت درسي بيئه البيت، بتقول لي ما يحتاج. بدي اجتماع، بتقول لي ما يحتاج. الأوميانجا بجرانسنينج واللي الكل حتى موظفين كبار تبع السوسيال، يعني إيقاف اجتماع الأطفال بدويك ما لازم يفوت 6 شهور، ولازم يكون في سبب كبير كتير من شان الطفل ما بيشوف أهله. شيخ خالد أسألك سؤال، لما بتبعد طفل عن أمه وأبوه لمدة 6 أشهر ممكن تشرح لي نفسية هالطفل كيف تكون؟ هل هذا صحيح؟ هو الشيخ خالد متفق معك يا أختي، أنا ما بدي أدافع عنه، هو قادر يدافع عن نفسه، بس هو بيعطي طبعا. نصائح، هو بيعطي نصائح بناء على خبرة حتى لا يقع هذا الأمر مستقبلا. يعني إحنا مدنا، يعني بمعنى آخر إحنا مهرية يجينا اخترنا نيجي على السويد بناء على ظروف معينة. أنا مثلا في بريطانيا ما في هذا التشدد اللي موجود في السويد، يبدو الدول الإسكندنافية هذه السويد، وبرضو في شكاوى في النرويج، ممكن فنلندا، يبدو أنها أكثر تشددا في هذا الأمر. على كل إحنا منكرر الدعاء لك أنه هذا، وهذا لا يكفي، لازم نأخذ بالأسباب. شيخ خالد، بعض المعلومات التي ذكرتها ليست دقيقة كما تقول ماريا، يا ريت توضح لنا بس بدقيقة لأنه الوقت مش لصالحنا. تفضل شيخنا. تمام، احنا كما قلت متعاطفين معها لأبعد الحدود، ونسأل الله عز وجل أن يلم شمل أبنائها. هذا الكلام ليس كحالة شخصية لأختنا ماريا، بل هو للجميع. هذه النصائح أنا أقول لابد أن نعرف القانون وحقوقنا، وهذا أهم شيء، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تخيل احنا المسلمون سيقعون تحت المطرقة والسندان، مطرقة الأهالي المتضررة من صحب الأولاد، واتهام الحكومة أو السويد عموما، لا يتهمون موظف عنصري يتعامل بعنصرية، ممكن أرفع عليه قضية أو أشتكيه للهيئة الرقابية، وبين اليمين المتطرف الذي يقول ها انظروا هؤلاء لن يندمجون، هؤلاء لن يصلحون أن يعيشوا معنا، اطردوهم واخرجوهم من بيننا. فأصبح ربما نساعد على إيذاء المسلمين بدون أن ندري. والأخت ماريا، نحن لو لم نقل أن هناك ليس هناك تجاوزات عند السوسيال ما كنا شجعنا هذه الأخت الناشطة الحقوقية السويدية في الأمر، ووزعنا لها الاستبيانات وجمعنا لها، ما كنا أصلا بنفعل يعني توعية، والوقاية خير من العلاج من خلال المسؤولين. أنا قبل أن أتكلم في هذا الموضوع تكلمت مع متخصص في السوسيال مسلم لمدة 18 عاما، فنحن لا نريد أن احنا نظلم أنفسنا ولا نظلم غيرنا.
في تجاوزات زي ما في كل المؤسسات في تجاوزات، فالذي مخطئ كما قال فضيلة الشيخ حسين حفظه الله ليسوا سواء، المخطئ يحاسب. لكن أنا ما زلت أقول أن هناك مشكلة، نحن ليس عندنا معرفة بحقيقة القوانين وبحقوقنا، سواء في بداية أخذ الولد أو المحامين والدفاع وإثبات الحق، ثالثا حتى في بعد ما أخذوا الأولاد وكيف نحن. أنا أقول من ضمن العلاج التوعية، وأقول معرفة القوانين، هذا على مستوى جميع المهاجرين. هو لماذا أخي يعني في السويد تكثر؟ لأن هي البلد التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين، وليس عندهم معرفة بالقانون فكانت الأخطاء أكثر. كذلك أقول أن هناك يعني التوعية ومعرفة القوانين، وكذلك كم من الأسر المسلمة التي فقرت في هذا الأمر وقالت أنا أستطيع أن أستضيف طفل مأخوذ من أولاده، بدل أن يبحثوا عن أسرة مسلمة تحتضن الأولاد لا تجد. فهذا مشروع لابد أن نهتم به هنا في السويد، ما هي الأسر التي تقدر على كفالة هذا الطفل؟ وطبعا لها شروط ولها تحريات، حتى الأسرة غير المسلمة التي يذهب إليها الطفل عن طريق السوشيال لابد تحري وتحري دقيق، هل لهم شيء في الملف في المساعدات ومثل هذه الأشياء. أخت ماريا نحن متضامنين معك بقلوبنا وبكل ما نملك، لكن فقط نريد لا فقط أختنا ماريا بل كل المسلمين بل كل البشر هنا في السويد يسلموا من أي ظلم يقع من السوشيال أو من غيره، فلابد أن احنا نعرف هذه القوانين. ويعني أنا أقول ما زالت الكرة في ملعب الأخت ماريا وزوجها، ذهبوا للسوشيال اطلبوا مقابلة، قولوا نريد أن تعطونا كورس تأهيل حتى نعرف كيف نتعامل مع أطفالنا. طيب هذا الموضوع موضوع كورس التأهيل أو الإجراءات اللي كان ممكن يأخذوها، وأيضا ملاحظات فضيلة الشيخ حسين على ذلك، وأيضا هنالك عندي حالات تريد أن تتصل، بدي أستأذنكم إن نكمل فيها. إحنا بالعادة بناخذ في الموضوع ساعة، لكن هذا الموضوع خطير وحساس والشكاوى اللي بين إيدينا كثيرة، بدنا نطلع فاصل قصير بعد إذنكم ونرجع بعد 8 دقائق 7 دقائق بالضبط. أرجو إنكم ترجعوا معنا ونكمل نقاش في نفس الموضوع قبل ما نأخذ أي قضايا أخرى إذا سمحت. ممكن نكمل في بعد دقائق. خلاص على بركة الله. شكرا مشايخنا الكرام. ماريا أنا أشكرك وأدعو لك بالخير، وبعد الفاصل نواصل هذا الحديث المهم والنصائح المرتبطة به. ويا ريت يا شيخ خالد تبعت لنا رابط المؤسسه حتى نضعه على الشاشه للزملاء ولكل من يتابع معنا. شكرا لكم.